السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم أصدقائي الأعزاء، أتمنى تكونوا بخير كده يا رب وبصحة وسعادة. موضوع النهاردة موضوع جميل ومن أحد أهداف القناة بتاعتنا وأهداف ده الموقع الخاص بينا، إن إحنا بنقدم لكم كل ما هو مفيد في مجال السلام والصحة المهنية من ريسورسز وتطبيقات وكتب ومقالات. فأنا جايب لكم النهاردة الصراحة اليوم موضوع جميل جدا، هو مادة علمية خاصة بالسيفتي مومنتس أو نبذة أو موضوع عن السيفتي مومنت عموما أو الفاليو مومنت. الموضوع ده نقدر ننزله نعمل له داونلود من اللينك الرابط اللي تحت. أنا عملته في عبارة عن 3 سلايدز باوربوينت على أساس إن أي حد يقدر يستعمله في أي وقت ولو كان محتاج. بس قبل ما نبدأ في الموضوع بتاع النهاردة أو الفاليو مومنت الخاصة بينا النهاردة، ندي بس نبذة بسيطة يعني إيه سيفتي مومنتس، وخصوصا للـ HEC مانجرز اللي هما بيحتاجوها دايما في مجال العمل. كلنا عارفين سيفتي مومنتس هي عبارة عن بريف أو مختصر من الكلام بسيط جدا بيتكلم على توبكس معين من موضوع السلامة والصحة المهنية أو موضوع السيفتي، وده دايما بنحتاجه يا إما بداية قبل بداية العمل أو في الاجتماعات الخاصة بمجال السلامة أو غير مجال السلامة. يعني في كتير أو أوقات كتير جدا بيبقى الواحد بيحتاج إن هو يقدم حاجة ما بيبقاش جاهز في وقت، بيكون مضغوط من الشغل فبيضطر يلجأ لحاجات جاهزة. فأنا عملت الموضوع ده مخصوص إن شاء الله، ولو تابعتونا هتلاقوا مواضيع كتيرة سواء هنا أو في موقع الـ HSC World، مواضيع كتيرة خاصة ب السيفتي مومنتس يعني اون شيلفز، انت ممكن تاخدها في اي وقت او تنزلها في اي وقت ليك. ان شاء الله هتلاقوها البرزنتيشن دي باوربوينت موجوده في الرباط الموجود. مش عاوز اطول عليكم، خلونا نبدا موضوعنا النهارده الخاص بالسيفتي مومنتس، يلا بينا. موضوع النهارده بيتكلم على العمل بجانب او بالقرب من الباور لاينز اللي هو الوركينج نير سيفتي باور لاينز. انا عملت لكم البرزنتيشن دي خاصه بالموضوع دوت ان شاء الله، فلو اي حد محتاج الفاليو مومنت دي فهيلاقيها موجود عندنا. طيب اول سلايد المفروض ان احنا بنعرض فيديو، الفيديو ده موجود في اليوتيوب الخاص بينا برضو في المكتبه بتاعتنا. ممكن تنزل اليوتيوب هتلاقيه على القناه برضه، رابط قناة موجود وهديكوا رابط الفيديو تحت. احنا بس ممكن نعرضه، حتى هو مش طويل، هو دقيقة او دقيقتين. بعد ما بنعرض الفيديو بنعرض الخلاصة بتاعة الكتب. طبعا كلنا شفنا الفيديو دوت قبل كده، كنت عارضه قبل كده في القناة الخاص بسوفت موند. انا مش هقدر اعرضه يعني كله لان عشان اوفر عليكم الوقت، انا بس هنعرض نبذة بسيطة منه خاص بيه. خلينا نشوف كده اجزاء منه. تمام، نجري هنا بقى شوية. اللي عاوز يتابع الفيديو طبعا هيروح على القناة وهيلاقي معنى الفيديو. طيب السيفتي مومنتس المفروض انت بعد ما بتخلص الفيديو بتعقب عليه، فهنتكلم على موضوعنا النهارده اللي هو بيتكلم على المانجنج الريسك او هاو تو كنترول الوركينج نير باور لاينز. اهم حاجه في السيفتي مومنت ان هي ما تكونش طويله جدا ويكون افكتيف وتكون موصله رساله لكل الحاضرين. فبالنسبه لموضوعنا النهارده الباور لاين، انا انجزت الموضوع ككل، واللي عاوز يقرا بالتفصيل في بوست خاص بالباور لاين برضو موجود، هسيب الرابط ليه الخاص بيه. لكن اهم 6 نقط ان انت المفروض تتبعهم في السيفتي مومنت ده او الفاليو مومنت ده. اول حاجه الورك سيف ديستنس، اهم حاجه وانت شغال سواء بمعدات او افراد شغالين نير تو باور لاين، لازم تحافظ على مسافه الامان بنسميها سيف ديستنس من الباور لاين. طيب مسافه الامان دي انا بجيبها ازاي؟ انا عندي طبعا في ستاندر بمشي عليه، سواء الستاندر الخاص بالشركه دي او وزاره الكهرباء في بعض الاماكن بيرجع ليه الوزاره الخاصه بالكهرباء. لكن احنا كستاندر بنتبع الاوشا ستاندرز. الاوشا اصدر جدول، الجدول ده بيحدد المسافات الخاصة بالمعدات والأفراد طبقا للهاي فولتج أو
كمية الكرنتس اللي موجودة في الباور لاين. كلنا عارفين إن الهاي فولتج باور لاين دي هي وظيفتها إيه؟ هي نقل تيار كهربي ذو ضغوط عالية من محطات الكهرباء للسبستيشنز أو لأماكن العمل. فبالتالي الخطوط الضغط العالي دي بقى عقوبها مجال مغناطيسي عالي وعقوبها مجال كهربي عالي، ولازم على كده اتبع مسافة الأمان. فنلاقي مثلا لو عندي هاي فولتج أو ضغط عالي من 0 ل 50 كيلو فولت، مسافة الأمان عندي 10 فيت، يعني 3 متر تقريبا، أو 3.3 متر. لو من 50 أو ل 200 هلاقي المسافة اللي أنا المفروض أتبعها 15 فيت، يعني 4.5 متر. ومن 200 ألف كيلو فولت ل 350 ألف ل 350 كيلو فولت، سوري، من 200 كيلو فولت ل 350 كيلو فولت، مسافة الأمان عندي 20 فيت، يعني 6 متر. ومن 350 ل 525 فيت، يعني هنا نقول 7.5 متر. ومن 35 من 500 فيت ل 750 فيت، بيديني 35 فيت، من 500 كيلو فولت ل 750 كيلو فولت 350. في الغالب احنا دايما الهاي فولتج عندنا بنلاقيه في الرينج دوت من 200 ل 350، يعني بتبقى 220 كيلو فولت. دايما مسافة الأمان عندي 20، يعني بتبقى 6 متر، يعني أنا ممكن أدي لنفسي سيف ديستنس 7 متر. أهم حاجة في الموضوع ده يا جماعة إن أنت تتأكد تمام من الباور لاينز، الباور لاينز الموجودة والهاي فولتج الموجودة فيها. طيب دي كانت أول نقطة بالنسبة لي من النقط الستة اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هي working at safe distance. تاني حاجة stay calm or stay away، لازم تحافظ على هدوءك وتكون بعيد عن المجال الضغط العالي. في حالة لا قدر الله حصل تاتش بالباور لاين، يعني حصل معدة حصلها باور لاين زي ما احنا شفنا في الفيديو او ما نشوف الفيديو، انا عندي 3 حالات او نقول 3 cases ممكن تحصل للشخص. ممكن الشخص يكون في خطر أرضه، المعدة لمسته لكن هو نفسه مش في خطر، يعني أنت not in dangerous، المعدة لمست الباور لاين لكن أنت مثلا قاعد في الكابينة زي قلناش أو آخره أو بعيد. وفي حالة تانية إن المعدة نفسها لمست برضه باور لاينز أو حصل كونتاكت مع الباور لاين لكن وأنت في المجال الخطر زي ما حصل في الفيديو، أو في حد تابع ليك في مجال الخطر وأنت بعيد من الخطر. الحالة الأولانية لو أنت مش في خطر، إيه المفروض إن أنت تعمله؟ يعني في حالة إن أنت تاتش الباور لاين وأنت في حالة أمان بالنسبة لك كشخص، أول حاجة لازم تكون في المكان اللي أنت فيه ما تقربش من مجال الإيه الخطر. تحاول إن أنت تحرك المعدة بتاعتك من الباور لاين لو أمكن، لكن لو ما أمكنش لأ. وفي الحالة دي بتبني تحذير لكل الايه اللي حواليك، او افرض ان محدش يقرب من الايه المعدة. اخر حاجة المفروض ان انت بتتصل ب مسؤولين عن الالكتريكال سبلاي او اللوكال اوثوريتي في يوتيليتي، اللي هي ادارة الخدمات والخاصة بالكهرباء، لتقديم العون والفصل الكهرباء. طيب الحالة التانية لو انت في مرحلة الغطر، دي بالظبط نفس اللي حصل في الفيديو. اهم حاجة لو انت مثلا في معدة سي، قلنا انت في المعدة، يعني عندك امكانية ان انت تنط تقفز يعني مسافة بعيدة بقدر الامكان، مع مرات ان رجلك او اي جسم جزء من جسمك ما بقاش عامل ملامس لجسم المعدة اللي هي حصل فيها اتاشمنت للهاي فولتج، او ممكن تتحرك بطريقه بنسميها تشافل، يعني بلزق رجلين الاثنين مع بعض وتتحرك بحركه واحده، مع مرات ان ما تفتحش رجلك، لان لو فتحت رجلك هيحصل في فرق جهد بين الرجل اليمين ورجل الشمال ويحصل اغلاق للدائره الكهربائيه. ففي الحاله دي انت اصبحت ايه موصل جيد للكهرباء او فاتح دائره كهرباء، فيحصل لك ايه الكتريكال شوك. طبعا لما تتأكد إن الكهرباء خلاص أو بقيت في مسافة أمان، تبدأ تتصل برقم الطوارئ الخاص بي أو الإيريا أثورتي الخاصة بالكهرباء. تالت حالة لو معاك شخص تاني هو في خطر، طبعا ما تقربش منه، لازم تكون بعيد وتحذره بالإجراء السليم اللي هو يتبعه، وتتصل بالإمرجنسي أو اللوكال أثورتي الخاص بالكهرباء. دي كانت الحالة التانية اللي هي اللي احنا قلنا عليها stay calm او stay away. تالت حالة لو انت بتستخدم
معدات خاصة زي اللادرز مثلا أو السلالم أو السقالات قبل ما تستخدم أي حاجة زي كده أو بنسميها مثلا Work Elevated Equipment. لازم أعمل تشيك على طول في كل الاتجاهات بتاعتي الخاصة بالباور لاينز. أتأكد كمان من السيف ديستانس أو مسافة الأمان. أخذ في الاعتبار إن بعض الحاجات إن أنا باجي أقيس المسافة السيف ديستانس بتاعتي من آخر نهاية مثلا من سطح اللادرز أو السقالة. طبعا هذا الشك أنا بقى دايما لازم أطبقه عندي في مكان العمل، إن هو بحدد الهايست أو البرميسيبل هايست اللي هي كإكويبمنت والمسافة الأمان للأفراد، برضو بعمل لهم زي بارير بنفس الشكل ده. طبعا لو عملنا الشكل ده بيبقى جميل جدا، لأن من الحاجات اللي بتدي ألرت سواء الأفراد أو المعدات. بحدد الارتفاع الآمن اللي أنا ممكن أبدأ أمشي عليه، ده جول بوست. وبالتالي أنا لو أستخدم أي سلالم أو أي لادرز أو أي سكافولز برضو من الإند بطرف ده أعرف المسافة بيني وبين الهاي فولتج، ما أقربش منها. طيب رابع نقطة، إن أنت مفروض قبل ما تقوم بأعمال حفر، وليس يا جماعة الهاي فولتج مش شرط بس إنه يكون في الباور لاينز الهاي فولتج، لا أنا ممكن أشتغل في أماكن أندر جراوند، لأن أنا أحفر مثلا أندر جراوند أو إلى آخره، فلازم أتصل باليوتيليتي أوثورتي أو بنسميها إيه مسؤول الخدمات زي الأندر جراوند الكهرباء، ولو في خدمات أخرى بايبنج جاز، لازم أحصل على التصريح المناسب ليا، واتاكد من ان كل الاندر جراوند والهاي فولتج اللي موجوده عندي معزوله او معمول التصريح بيها. يبقى دي نقطه الاتصال قبل اي حفر والتنسيق والترتيب. لوك اب اند لايف، طبعا هنا المقصود بيها ان انت بتعمل فحص شامل قبل ما تبدا اي عمليه قريبه منك من الهاي فولتج او الباور لاين. لو انت هتستخدم تولز، لو هتستخدم هيفي اكويبمنت زي كرينز او مانليفت او سيزرز، تأكد من مسافة الأمان. لو في عندك أشجار أو عندك مباني، خلي بالك الأشجار ممكن توصل لك كهرباء، وتأكد من المسافة اللي بينك من مسافة الشجرة ومسافة الأمان بين الهاي فولتج، ممكن يحصل تاتش. آخر حاجة أو النقطة الأخرانية اللي هي الداون ذا لاينز، طبعا اللي هي الكابلات أو الإلكتريكال اللي هي بتقع، وللأسف دي بتحصل كتير في احيانا الظروف الجويه السيئه، تلاقي كابل وقع على الارض، نقول او نلاقي كابل احيانا واحنا المفروض نقول عليه كابل ده ميت ما فيهوش كهرباء. لا، لازم تفترض دايما ان اي كابل داونت او مقطوع او على الارض فيه كهرباء، تتعامل معاه ان هو انرجايزد، المفروض ان انت ما تلمسوش ولا تقرب من اي كيبل ديد. المفروض ان في الحاله دي بتتصل باللوكال الكتريك يوتيليتي او اوثورتي، والحالة لا قدر الله ان في شخص اتصاب من الكابل دوت، طبعا اول حاجة تتأكد تمام ان انت في امان وما تلمسوش الا ما يكون يعني معاك وسيلة عازلة، ان انت يعني مثلا بنون كوندكتيف ماتيريال ان انت تسحبه من منطقة الحرارة. ده كان مثال يا جماعة لسيفتي مومنتس. احنا لو مشينا على الطريقة دي، طريقة السيفتي مومنت دي ما نزيدش بكتير قوي، يعني ماكسيمم 7 مينت من 5 ل 7 دقايق، ان شاء الله يعني الرساله هتوصل، هتكون مركزه و هتأدي الغرض اللي مطلوب منها. اتمنى يكون البرزنتيشن عجبكم، واتمنى يكون برضو الموضوع ده عجبكم. ان شاء الله اللي هيعوز الماتيريال هيلاقيها موجوده في أسفل الرابط. ما تنسوش بس عمل لايك أو سبسكرايب، عشان إن شاء الله إحنا بننزل كتير، الموضوع ده بيساعدنا وبيدعمنا، والموضوعات كتيرة جدا موجودة في الموقع اللي هو الـ HS Solid. هتلاقي ريسورس كتيرة سواء كتب أو سيفتي مومنتس أنت ممكن أو فيديوهات، ممكن تنزل من القناة أي فيديو أنت عاوزه. يعني على سبيل المثال هنا القناة بتاعتنا، في الجزء ده خاص بالسيفت مومنت، هتخش هتلاقي عندك طبعا دي الديسكتوب أو القناة، هتلاقي هنا في البلاي ليست أنا مقسمها لسيفت مومنت، في كورسات إن شاء الله هنعرضها، هنخش على الجزء الخاص بالسيفت مومنت، وهنلاقي طبعا لسه بنزل منه الجزء اللي أنا محتاجه. أقدر أنزل الفيديو وأعمل كوربريتنج في الباوربوينت أو البرزنتيشن اللي انا محتاجها، وعلى السيفت مود.
أشوفكم على خير، وأتمنى يكون الموضوع عجبكم، ونتقابل في حلقة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.